مرحبا بكم، إليكم 10 فصائل من الخيول لن تصدقوا أنهم موجودون بالفعل. رقم 10، حصان أبالوزا. يرجع أصل هذا الحصان إلى الخيول الإسبانية التي تمت تربيتها واختيارها بواسطة السكان الأصليين. على الأرجح لقد رأوا في هذه الفصيلة نموذج الحصان الذي كانوا يبحثون عنه من أجل الصيد والحرب. إنه أحد أفضل الخيول لقطع المسافات الطويلة في العالم كله. رقم 9، حصان الفريزيان. لقد كنت أعتقد أن هذا الحصان لا يظهر سوى في حكايات الأطفال، ولكن لحسن الحظ إنه حصان حقيقي ويعرف باسم الفريزيان. يرجع أصله إلى منطقة فريزيان في هولندا. دائما ما يكون لون الخيول في هذه الفصيلة هو الأسود الداكن، وفي بعض الأحيان بني داكن. لا يوجد على جسده أي نوع من أنواع البقع، وتوجد كمية كبيرة من الشعر على أرجله. رقم 8، حصان بيرشيرون. هذا الحصان فرنسي الأصل، ويأتي اسمه من المقاطعة التي يرجع أصله إليها. اشتهر هذا الحصان الجميل نتيجة لمشاركته في الحروب الصليبية، ومنذ ذلك الحين انتشر في كل القارة الأوروبية. رقم 7، حصان هافلينجر. إنه فصيلة من الخيول تمت تربيتها في نهايات القرن 19 في تيرول، أي بالنمسا وإيطاليا حاليا. إنه حصان صغير وجسده يلائم التجول في الجبال. قد يتراوح ارتفاعه بين 137 إلى 152 سنتيمترا. دائما ما يكون شعره باللون الأبيض، أما لون جسمه فقد يكون فاتح اللون أو بألوان داكنة. رقم 6، الحصان الغجري. إنه فصيلة جذابة وقوية وثابتة الخطى. إن الاختلافات في استخدامه قد سمحت أن يتم تربيته لأغراض مختلفة في كل أوروبا. لقد قام الغجريون بتربية هذا النوع من الخيول بداية من أجل سحب العربات، أما الآن فيستخدم في ترويض الخيول، وهي إحدى رياضات الفروسية التنافسية. رقم 5، الحصان العربي الأصيل. إنها إحدى فصائل الخيول الأقدم على الإطلاق، لأن هناك أدلة أثرية منذ أكثر من 4500 عام لخيول مماثلة للغاية للخيول العربية المعاصرة. ترجع سمعته الجيدة إلى ذكائه وشخصيته القوية وقوة احتماله الكبيرة. له رأس مميز وذيل دائما مرتفع. إنه إحدى الفصائل ذات الرؤوس الأكثر تميزا في العالم كله. رقم 4، حصان بينتو. أما عن أشكال هذا النوع من الخيول فهي متعددة للغاية، ولكن هناك ملمح شائع وهو تلك البقع التي توجد على جسده دائما. من بين أشكال شعر الحصان بينتو يبرز شكل التيبيانو والأبريرو. أما خصائص حصان بينتو فهي تشبه كثيرا الحصان العربي، سواء بالنسبة لشخصيته أو بالنسبة لجسده المتفرد. رقم 3، الحصان الأيرلندي. تعيش هذه الفصيلة من الخيول حاليا في أيرلندا. يتميز بجماله وطيبة شخصيته. من خصائصه الجسدية جسده المكتنز والقوي، بالإضافة إلى شكله العريض. إنه حصان مثير للإعجاب. رقم 2، حصان فالابيلا. في الحقيقة هذا ليس مهرًا، وإنما هو حصان صغير الحجم، وهو الأصغر حجمًا في العالم، كما أن له عدة سلالات حول العالم. هذه السلالة هي الأشهر على الإطلاق. تتمتع هذه الخيول بنفس خصائص الخيول العادية. يرجع أصله إلى الأرجنتين، وعادة ما يستخدم كحيوان أليف. رقم 1، حصان أكالتيكي. لقد لقب هذا الحصان بالحصان الأجمل في العالم،
نظرا لأن صورته تلك التي يظهر بها شكله الرائع بالإضافة إلى لونه الذهبي البراق قد انتشرت بشكل كبير عبر الإنترنت. إنه حصان من أصل تركي وهو متفرد للغاية، حتى أنه قد سمي بالحصان السماوي. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.